نعيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب، نسأله سبحانه وتعالى بأن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أمامكم الدرب إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس في زماننا هذا تاهوا في ظلمات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. The Sheikh started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and making praise on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and reminding us that in the world in which we live today that many people have gone astray and are completely living in a world of darkness and are unable to find their way out. يا اخواني بارك الله فيكم، اول شيء اريد ان ابدا به سوف نقرا آية معينة وننظر إلى هذه الآية كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع شأنا كبيرا لمن اتبع كتابه واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله we will start with one verse and we will look at how the verse indicates that indeed those who follow the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and of course the book Quran are indeed on a great path. طبعا انتم عارفين محاضرة اليوم ايش اسمها؟ يمكن قالوا بصلاة الجمعة ولا لا؟ هاي المشايخ؟ ما عارفينها؟ لا يا شيخ، حاضرين المحاضرة ما تعرفون ايش المحاضرة؟ الله يجزيكم الخير، يعني اسم المحاضرة غريب شوي، وهو زيادة الشيخ. كلها درر منك شيخ. هو التقصير كله مني. درر منك يا حبايبي، اسم المحاضرة زيادة الشيخ. يمكن الاسم غريب صح؟ ايش هو زيادة الشيخ؟ ان شاء الله باذن الله لما ندخل المحاضرة راح تعرفون ايش زيادة الشيخ. Sheikh wanted to point out that the title of this speech is about making things increase or the thing which increases. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى speech.
However, he pointed out that sometimes there are things that we consider to be ta'a, but people may not be rewarded for doing it. In fact, they might be earning wisdom or earning sins. طاعتنا لله سبحانه وتعالى تتبرمج نحو شيء معين وهو بأن تتناول وجبات معينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأخذ وجبة في الصباح وتأخذ وجبة عند شروق الشمس وتأخذ وجبة عند صلاة الضحى وتأخذ وجبة عند سنة الظهر القبلية وتأخذ وجبة عند صلاة الظهر إلى هذه الأمور حتى ينتهي بك المطاف إلى أن تضع يدك تحت خدك وتدعو دعاء النوم وتأخذ عليه الأجر. معناته يومنا كله ماشي بوجبات. طيب هذه الوجبات إما أن تكون لذيذة وطيبة وإما أن تكون إيش غير لذيذة وغير طيبة. كيف هذا الأمر يحصل؟ الشيخ pointed out that the day of a Muslim is comprised of what he described as meals. So you take a meal at dawn, a meal at sunrise, after sunrise, a meal at duha when you pray duha, then again before dhuhr and at dhuhr, and at different times of the day. It's almost as if you are taking different meals. And the Shaykh pointed out that these meals, which a believer would take all day long to the moment when he put his right hand and palm into his head to sort of surrender, to slip, he said that these means could either be extremely beneficial or otherwise harmful. حبايبي تعلمون بأن نساءنا وبناتنا وأمهاتنا أذكيات أو ذكيات. بس نقول أذكيات شيء. نقول ذكيات. طيب ذكيات. طيب كيف هذا الذكاء احنا فسرناه؟ سبحان الله. عندما تأتي الأم أو البنت أو الزوجة تريد أن تطبخ وجبة معينة. هؤلاء أخواتنا النساء يسمعون. تريد أن تطبخ وجبة معينة. هذه الوجبة نقول بأنها تريد أن تطبخ طبخة سمك. طيب؟ لها مقادير معينة حتى تصبح تلك الطبخة طيب؟ طبخة معتدلة بحيث أنك إذا تناولتها لا تصاب بألم في بطنك طيب ولا تصاب بأنك يوجد عندك غثيان ولا تصاب بأنك هذا الأكل مالح لا أستطيع أن أتناوله أو مثلا البهارات زايدة. هذا الأمر اللي يصير عند الناس. لكن سبحان الله رب العالمين الزوجة عندما تقدر هذه المقادير تضعها بمقادير محسوبة بحيث أن الطبخة تطلع إيش إيش تصبح يا حبايبي لذيذة. Sheikh has given a metaphor for Sheikh talked about a metaphor. Again, we're still using the meal metaphor. He said that if usually the wife or the mother or a sister for that matter prepare a meal of some sort, there is a specific recipe where you have a specific amount of each ingredient such that it would be balanced so that the meat would come out good. Otherwise, it would not be edible. كذلك في النقصان. احنا عندنا في زيادة. إذا زدت شيء على شيء يصبح شيء آخر. وإذا نقصت شيء من شيء يصبح شيء آخر. إذا زدت الملح على الطعام لا تستطيع أن تتناوله. في هذه الحالة لا يصبح طعاما. وإذا قصرت في شيء بالنسبة للطعام لا تستطيع أن تتناوله وفي ذلك الحين يصبح ذلك الطعام ليس بطعام والشيء الطعام أنك تتناوله ما كتب طعاما وما سمي طعاما إلا أنك تتناول ذلك الطعام. أما إذا اختلفت الموازين في ذلك الطعام لا تستطيع أن تتناوله. معناته المسمى اختلف. صحيح حبايبي؟ المسمى اختلف. لما أنت تجيب طبخة معينة تجيب شاورما وتحط عليها مسكين وملح طيب؟ هذه ما طلعت شاورما. احنا نقول ملح بالشاورما ولا شاورما بالملح. هذه اختربت الامور عندنا. طيب يا حبايب هذه ما تعتبر اكله، الاكله اللي ذينا اللي نتناولها ونحس بلذتها. We're continuing again with the meme metaphor. The chef wanted to point out that if, for example, someone had a
extraordinary amount of salt to a small amount of food, then that would automatically ruin the ability of that food to be eaten. And in such case, it would be a harm. It would not be a meat. So increasing one portion, it might ruin sort of the entire mix. But also in the same way, if one ingredient is lacking, then it would not be to taste, and therefore would not be the delicious meat that the chef prepared for us. والله شيخ عبد الخالق ايش فيني شاورما وسمك هاي حبايب شاورما وسمك جيت وصلوا صح؟ ايوه معناته الله يجزيكم الخير نطلع من هنا ان شاء الله نروح ناكل سمك عزمكم فيا حبايبي اذا اختلفت الموازين بكل امر من امور الدنيا طيب يختل بذلك الامر امر معين بانك لا تستطيع ان تؤدي ذلك الامر المطلوب كذلك سبحان الله لما ضربنا المثل هذا لم نضرب ذلك المثل اعتباطا ونتكلم عن الاكل ونتكلم عن الامور هذه لا لا احنا حياتنا في هذه الدنيا تتميز بانها وجبات وجبات معينه نتناولها في جميع الامور ان كان الطالب في الكوليج ايش يتناول يتناول وجبات الدروس يطلع من الكلاس هذا ويدخل بالكلاس الثاني وكذلك سبحان الله الى عنده دوامه ينتهي الدوام بالكامل سبحان الله رب العالمين كم وجبه اكل بالعلم كم وجبه صحت هذا المخ طيب يمكن ثلاث وجبات او اربع وجبات لكن سبحان الله رب العالمين هذه الوجبات تصل الى حد معين وتوقف اذا كانت في الطعام تصل الى حد معين وتقف عند التفكير تصل الى حد معين وتقف عند القلوب تصل الى حد معين وتقف عند الهرولة للشيء توصل لشيء معين وتقف لكن احنا في امور لا نريد ان نتوقف عنها Sheikh pointed out that for every sort of course, whether that we're talking about different means, different structures of learning, like in school, there is always a purpose, an amount of courses, an amount of ingredients within a specific meal that when you reach it, you would have reached satisfaction, but he said there are certain things that you should not, or you would not want to stop. أخواني عندما فرض الله سبحانه وتعالى علينا أمور معينة، الله سبحانه وتعالى فرضها لنا بمقادير وموازين محدودة. وعندما سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأمور وفسرها صلوات الله وسلامه عليه، فسرها بطريقة معقولة بحيث تتناسب معك يا ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر أمور العبادة لم يفسرها بأن يجعلك ابن آدم لا تستطيع أن تقوم بهذه العبادة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سهل الأمور لنا بحيث أصبحت بين يدينا من عرف الآية عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم لنا الدين إيش الآية؟ اليوم أكملت لكم بعدين أيوة ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدين كامل معناته يا إخواني لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدين كامل يوجد عندنا زيادة ونقصان لا يا حبيبي لا نزيد ولا ننقص نحن نريد أن نصل إلى أمر معين الأمر المعين شوي شوي قاعد يبين عندنا طيب نريد أن نصل لهذا الأمر ونشوف يا حبايبي هل نحن في هذا المطاف أم في هذا المطاف يعني المطاف الصحيح أم بالمطاف Now the metaphor is a little bit clearing out. So Sheikh said that in the same way that we've spoken about meals, that you know you have a target of specific taste, or if you're going to school, you have a target of certain level of knowledge that you pass on to student, and then you feel like yes, this course has been the requirements of this course has been met. Have been met, rather, that in the same way that in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala brought this message gradually until it reached the perfection. And that's when Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet in a very famous verse, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum, today you have completed your deen and you perfected it. And he said in that same way, we know that the deen has been completed, so we do not need to spice it up more or to add more salt or something else. But that is precisely the deen, and it was completed on that day, and the Prophet ﷺ has explained it in such a way that everyone could easily practice it without having to
add extra items. طيب يا اخواني يجيك شخص معين وانت تريد ان تصلي صلاه الفجر وتصلي صلاه الفجر اربع ركعات ما هي وجهه نظر الشخص الذي نظر اليك وانت تصلي اربع ركعات راح يمهر يقول لك يا شيخ ايش تسوي انت تقول له يا شيخ انا اصلي صلاه الفجر ايش ترد عليه صلاه الفجر كم ركعه ركعتين معناته انت صليت اربعه معناته انت ما صليت الفجر انت طلعت عن امر غير منتظم في حياتنا الدينيه نحن نصلي ركعتين صلاه الفجر وما نصلي اربعه معناته هذا الامر منتقد هذا الامر منتقد صار في زياده ولا نقصان صار في زياده طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اوصاك بامر معين وهذا الامر اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا بان هذا الامر واجب ان لم تفعله تؤثم ما فعلته نقصان ولا زياده نقصان طيب معناته في حاله الزياده الامر غير مفروض في حاله النقصان الامر غير مفروض معناته ديننا معتدل ولا غير معتدل ما في عدل منا ما في عدل من ديننا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا لا يوجد عندنا مطاف ثالث عندنا هذا الامر وهذا الامر من انحاز عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبشر بخير طيب شيخ want to point out the importance to follow the equilibrium the sunnah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained to people and the sunnah is such that you know you cannot add if you add of course you'll be deviating he brought the example of salat al-fajr if someone prays fajr four rak'ah that's too extra right but it's not working because it's not the way fajr is prayed no Muslim would accept that to be a prayer And he said in the same way, if Allah had ordered someone to do something and then did it, they didn't do it, that's an example of not completing the thing, then he would not accept it. So if you add, then it's not accepted. If you subtract, it's not accepted. And therefore, the religion is a middle ground between being short and being extremely prolific in adding things that are not part of the faith. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى معناته يا حبايبي عصيان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من الزيادة والنقصان بأننا نزيد عن أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وننقص من أمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهذه طامة الكبرى هذا الأمر اللي دارج حاليا المفروض ننتبه له والمفروض هذا الامر نضعه نصب عيوننا حتى نغير الحال اللي احنا فيه نغير الحال اللي احنا فيه ائمه مساجد نريد ان ندخل الموضوع يا حبايبي احنا ايش قرانا باول ايه باول الكلام قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات من سوره الحديد انا نقرا ايه ثانيه والايه الثانيه هذه نضعها مع الايه الاولى متى في نهايه الكلام يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه بعد ان ننتهي من هذا الكلام اخواني في امر درج بين المسلمين يقول فيه مالك بن انس ابن مالك من ابتدع بدعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليه كم من امتنا تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وما في احد يلومها ولا احد يصلح له الامر هذا ولا احد يقول لماذا فعلت ذلك بل سبحان الله ننضم له ونطبق ما هو يفعله وهذا المصيبه اللي وارده بين ايدينا حاليا The Shaykh about a number of important points he cited the hadith the famous hadith that everyone would enter paradise except those who reject to enter paradise and the sahaba asked the prophet who would
reject onto paradise. It's a, such a great success. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Whoever obeys me will enter paradise. "Waman asani faqad aba," and whoever disobeyed me has indeed refused to go to paradise. Now then, Shaykh cited a different verse that he said that we should juxtapose with the verse that we've read early on. And the verse that he read is depicting what would happen to the munafiqeen on the Day of Judgment. Now remember, they are first imaged with believers, with their light shining ahead of them, showing them the way. And to their right, the munafiqeen would come without light, and then they will be asking the believers, "Let us take some of your light, let us see through your light." And then they will be told, "No, go back, look for light." And then there will be a curtain that will be sealed between them. They would not be able to benefit. He said those two visions is something that he would like to bring at the conclusion of this and strove to show how they relate to one another. نظر أمثلة على زيادة النقصان، وهذا لازم ننتبه لها يا حبايبي. النقطة الأولى في الزيادة بأن كثير من الناس إذا انتهوا من صلاتهم، انتبهوا معي، هذا أمر صار عليه إشكالات. إذا انتهوا من صلاتهم، انتهى من الصلاة وهو يصلي، رفع الأكف ودعا الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر غير جائز. الله سبحانه وتعالى بينه في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فإيش اعملوا؟ فاذكروا الله. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، يعني ما عندنا دعاء، عندنا ذكر، ولا ذكر هذا اللي بخلف، كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. معناته هذا الأمر اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو احنا أخلفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا أيدينا بالأكف ودعونا، صار عندنا زيادة ولا نقصان؟ صار عندنا زيادة، أمر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معناته مخالفة ولا غير مخالفة في حق كتاب الله؟ مخالفة. الله سبحانه وتعالى يأمرك بشيء وأنت تنطلق إلى شيء آخر. هذا الأمر الأول لازم ننتبه له يا حبايبي. بعد ذلك إذا انتهيت من الذكر، طيب إذا انتهيت من الذكر بإمكانك أن تدعو، ولكن بعد الصلاة مباشرة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نذكر الله كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا ندعو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله. Now, Sheikh wanted to point out a practice that people do after Salah that is not consistent with Sunnah, and the Sheikh believes that it is contradictory to, in fact, Quranic injunctions. The practice is that some people after Salah would immediately raise their hand to supplicate. And of course, supplication in and of itself is not wrong. However, Shaykh believes that in this specific instance, it is contrary to the Sunnah, since the Prophet did not do it. And since the verse says, you know, when you're done with Salah, then mention Allah's name, Izkurullah. And of course, there is a different verse, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, but that's a different one. But Shaykh pointed out that he believes that what should be done in this case is dhikr, and maybe after dhikr you can make dua, but not immediately there after salah. الأمر الثاني وسوف نخرج كم أمر وبعد ذلك ننطلق إلى أمر يعني كثير من الناس سبحان الله رب العالمين قد وقعوا به, ولكن سبحان الله رب العالمين نحذر وننبه وكذا, ولكن هذا الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إخواني, نريد أن أسأل سؤال. أنا كنت أتكلم مع الأخوة ومرة سألت واحد قبل شوي تكلمنا وراح أعيد الموضوع, فسألت واحد فقلت له, قلت له: يا شيخ, متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا شيخ, بكرة إسراء والمعراج يعني. وأعطاني تاريخ حتى أنا ما حافظه, يعني أنا ما حافظ متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم, الفكرة يعني ما حافظ تاريخ هذا نهائيا. فقلت له: يا شيخ, جيب لي دليل من الكتاب والسنة متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم, جيب لي خبر من الصحابة متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأنا مستعد أحتفل وياك بالإسراء والمعراج. هذا الأمر هل ورد في حديث بأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الفلانية؟ لا يوجد نهائيا. هل يوجد في كتاب الله هذا الأمر؟ لا يوجد نهائيا. فإحنا سبحان
سبحان الله وضعنا الامر هذا نصب عيوننا، احتفالاتنا بالمساجد واحتفالاتنا ببيوتنا، ونروح نشتري كنافه ونشتري حلويات ونودي لجيراننا ونحتفل، وفي ناس تجوب تفوف وطيران زين بالمساجد. طيب يعني مو ناقصهم اللي يجيبون فرقه كامله قاعدين بالمسجد يقول لهم اشتغلوا يا جماعه. طيب غير الشركيات والعياذ بالله، وغير ضرب الدفوف بشكل خيالي. طيب وغير لما نقول الاخ اجى اجى من اللي اجى احنا ما ندري، ولما تسال من اللي اجى يقول لك اجى الله دخل فيني، استغفر الله. امور عجيبه غريبه، أبو الله امور عجيبه غريبه يا اخواني. احنا سبحان الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى اعطانا عقول، وهذه العقول بدون ان تنظر الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بامكانك ان تفكر، بامكانك ان تفكر فيها بدون ان تنظر الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفكر تقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابه يروحون يجيبون حلويات؟ الحين واحد يقول ما كان في حلويات، يقول لك لا يا شيخ كان في حلويات، كان في حلويات يا شيخ، ولكن سبحان الله ربعا ما كان هذا الامر بالاعتبار، حاطين اني اجيب حلويات واحتفل بالشهاده. ولو كان احد زين يجوز له ان يحتفل لاحتفل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فيا اخواني هذه شغله الاسراء والمعراج، حطوا عليها اكس. نحن نقتنع بانه اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقتنع بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسري به راى كذا وكذا 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 وكذا، لكن نقول والله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالليله الفلانيه والناس تولع له شموع، طيب وتحطهم بغرفه ظلمه وتقول لك ستة مريم راح تجي اليوم وتشاركنا والامور هذه. والله فزع بلاد ما انزل الله بهم سلطان، جدا فزع بلاد والله ما انزل الله بهم سلطان. فيا اخواني عقل المفكر، طيب بدون قراءه كتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عقل فكر فيه انت بس، فكر فيه وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معناته انا ما فعله، معناته اذا فعلته والله ضربت سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط ولا اعترف فيها، وهذه مصيبه وطامه كبرى. تفضل يا شيخ انا انطلقت وما دخلت مساله. Chef Wolf was talking about one of the things that he believes are practices that people do these days and are certainly devoid of any Sunnah or Quranic basis. In other words, they do not have any basis in Sunnah or in the Quran. He mentioned the celebrations of the Day of Ascension, the Mi'raj. That one, and all the Isra, the night journey. So he said some people time it. They said think it's in a specific day. And he said someone told him actually it's happening tomorrow. And some people celebrate it. They bring sweets, and some people even bring like drums, knafe, and other forms of things that people entertain while celebrating. And sort of they make a big thing about it. Sheikh pointed out that if someone would have found this occasion worthy of celebration, the Prophet ﷺ and his companions would have celebrated the occasion. But there is no evidence from Sunnah or Quran that they have celebrated this. Now, of course, I was not able to translate the colorful way in which Sheikh sort of described to how people bring things, but this is just what he said. وشاور مو الحين حللنا يا شيخ، حللنا بالنافذة. يعني يا جماعة حكم وصل. وصلنا حكم ولا لا يا شيخ؟ سمك وشاورما وبعد ايش؟ وكنافة. الله يجزيكم الخير إن شاء الله. الأمر اللي يوجد وحاليا سبحان الله داومة الناس الأيام اللي فاتت هذه، ولا يمكن في ناس لحد الآن تتداومها. إذا رجع الحجيج من الحج شفنا سعف النخل ما تظل النخلة بالشارع إلا يصلنا. طيب يحطون له عريش عند الباب ويكتبون عند الباب حج المبرور وذنب المغفور وتجارة لن تبور. زين تكلم يا شيخ خف الطرق وانساك الله. طيب he said one of the other practices is that after Hajj, like the last few days, you know, that people would, you know, cut the palm trees branches and then sort of they make kind of a structure outside their homes and write a statement that says, you know, Hajj Mabrur. This is ليش يا شيخ؟ عشان يقول حق الناس اللي ما يدري يا جماعة أن أنا حجيت ترى أنا حجيت. تعالوا شوفوا الزين عند البيت. So they would say that, you know, an accepted Hajj, you know, and indeed an appreciated and sort of walk in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then his sheikh pointed out that people say this
even though it has no sinner basis, nothing, simply because they want to show off that, oh look, I actually have gone to Hajj, and this is sort of the sign outside my house. SubhanAllah, فانتهى من الطاعة ومسكين تعب من أول يوم التروية زين إلى آخر يوم طواف الوداع ورجل تعبان ولف وبعدين الأخ بعد ما يرجع من الحج يجيب فرقة موسيقية يذبح خروفين زين ويسووا وليمة للناس. أو والله يعني أمر عجيب يا رجل، أنت رايح تطيع رب العالمين وأجيت من طاعة تقرنها بمعصية. وسبحان الله بالمطار وهذا لاحظناها، ينزل من الطيارة يا رجل وجهه منور أول ما يطب على الأرض ولا عزيزة على طول. سبحان الله رب العالمين يقول لك يا شيخ طول ما أنا، شوف الصبر هذا صبر يا شيخ، طول ما أنا كنت بالحج ما دخنت ولا سيارة. والله ما شاء الله تبارك الله، هذا الصبر يا شيخ، صبر على المعصية. نعم صبر على طاعة، صبر على معصية. الرجل صبر على الطاعة وصبر على المعصية بيقول ما دخل، لكن لما رجع لا حول ولا قوة إلا بالله، والله نسأل الله العفو والعافية. طيب إخواني، تقول في هذا يا شيخ؟ طيب، another sort of example, and the Sheikh is becoming increasingly more colorful in his description of the different types of ma'asi. He said that someone would go in Hajj and he would be tired during the circumambulation and the walk between Safa and Marwa. And after all of that, as soon as he landed, you know, he said you can see his face shining because he has been doing great actions. And the first thing he does when he hit the ground is to take a cigarette and start smoking. And he would say to you, look, throughout Hajj I made sure not to smoke at all. You know, I've been resisting it, but subhanAllah, as soon as he hit home, you know, the first thing he does to smoke, or one of them would come and as soon as they come, they make like a big celebration and bring singers and dancers and people on to celebrate the fact that he had done Hajj. So it's coming from a great ta'a to start a great ma'asiyah, so in a sense to nullify the act that he just had completed. راح نتكلم عن بدعة أخيرة وندخل بموضوع كيف ننقي هذه النفس من هذه الأمور اللي تحد فينا. شوفوا يا إخواني، سبحان الله رب العالمين، عمر لا الخطاب ولا الإمامة ولا المحاضرة ولا التعليم بأنك تكون مدرس إذا ما كانت أمانتك مع الله سبحانه وتعالى فأمرك باطل والعياذ بالله. وهذه كارثة وطامة كبرى عند الناس عندما لا يكون الإمام أو الخطيب أمينا مع الله سبحان الله رب العالمين، فالناس ما تبشر بخير، مو هو، لا الناس ما تبشر بخير، لأن الناس قلوبها نظيفة وقلوبها شفافة. لما أجي أنا للإنسان أمي طيب لا يفقه شيء في الدين ومن عوام الناس وأقول له تعال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، والله والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وسبحان الله هذا الأمر يتقبل ذلك الإنسان بصدر رحب، مسكين على نياته. احنا منين نتلقى العلم؟ مرتقى العلم من المشايخ، مرتقى العلم من الخطباء، مرتقى العلم من المحاضرات اللي قامها حاليا طلعت مشايخ. سبحان الله عبت الأرض، عبت الأرض افتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يوصف. وبعدين يقول لك يا شيخ تعال نحتفل بالمولد النبوي. يا جماعة هذه لازم تنمحي من جدولك بالحياة، لازم هذا الأمر ينحي من جدولك بالحياة. هذه الوجبة اللي تأكلها وهي فاسدة اتركها، هذه وجبة لكن فاسدة اتركها. ويقول لك ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، وقال لك يا شيخ إذا دام النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده احنا راح نسوي عياد ميلاد وفرحان، يجيب الكيك ويجيب الشمع ويحطه وكذا. وهو سبحان الله جلس بينه وبين نفسه يقول والله يا حسرة على نفسي طافت منها سنة كاملة، وهو فرحان انه طاف من عمره 20 و25 سنة، فرحان بالأمر هذا ويحتفل ويعزم الناس ويجيب أكل وكذا. مو ندمان، مو ندمان انه 20 سنة مضت من عمره ما فعل فيه شيء، وفرحان الرجل وتليفونات ونفافيخ وجايب هذا الطبطة الكبيرة حط عليها الصورة زين وكاتب لها هابي بيرثداي ويجيبوا له هدايا والطبل وزمر للصبح زين. وسبحان الله رب العالمين، والاخ ما يدري بان فات من عمره 20 سنه و25 سنه. وانا يعني استغرب يا شيخ، ويعني بعض المرات اقول الله اكبر عليك يا شيخ، عمرك 75 سنه وتسوي عيد ميلاد، 75 سنه وسوي عيد ميلاد،
والله ما حط احد الاخوه قبل 4 ايام فاقول له مره يقول راح اجيب كيكة ابوي اجيب كيكة ابوك منين اجيب كيكة ابوك يقول والله اليوم ابوي صار يعني بعدين يقول لك صار عمره مو مره من عمره ابوي صار عمره 75 سنه تبارك الرحمن مبارك ان شاء الله يقول له 75 سنه وين جابها ابوك ايش رد عليك يقول لك والله ما ادري احنا عندنا هذا الامر قبل ان نفكر فيه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ما احتفل لماذا نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهلنا والناس الجهلاء اجوا قالوا لك دائما الناس تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم انا لازم احتفل بمولدي انا ومثل واحد يقول لي هذاك اليوم اقول له يا رجل يعني هو نفس الشخص اقول له اقول له يا تعبان انت جاي كيف وكذا وكذا فيقول لي يا كل الناس سواسيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتفل بمولده فاحنا نحتفل بمولد ابوه يعني هو قارن ابوه بالنبي صلى الله عليه وسلم قل له مبروك يا شيخ ها قل له والله يا شيخ ما اقدر اقول له مبروك لا والله قل له لازم اقول له مبارك قل له مبارك كل سوا يعني زين يا شيخ هذا الامر هذا اللي طمر الكبرى يعني والله هذا فاحنا نفكر فيه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء ما نفعله بعدين ايه واحده نحطها امام عيننا ايه واحده ترى انا عادتي يا اخواني يعني بالخطبه غير عن المحاضره انا المحاضره عادتي اضحك يعني اضحك واحاول ارفع عن الناس الموجودين وكذا يعني تعودت على النمط هذا فسامحوني من اخذ بعض معاكم عرفت كيف يا اخي ولكن سبحان الله احنا ننظر الى ايه واحده ايه رب العالمين نزلها وين في كتابه ايش هي وما اتاكم النبي ورسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معناته كل امر قال النبي صلى الله عليه وسلم ناخذه وكل امر نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ناخذه هذا الامر المفروض يكون بحياتنا هذا الامر المفروض يكون بحياتنا احنا شوي الاخ يتكلم ولا ضاع ما ادري ايش راح يقول يعني طيب حبايبي وان شاء الله راح ننهي ان شاء الله الحين طولت عليكم الله يسامحوني وراكم ويك اند ما ادري كيف تروح طيب so Sheikh Main gave two main examples of things that people do that are not consistent with Sunnah. The two things are one, from Sheikh's perspective, is celebrating the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the other one is actually people celebrating their own birthdays. And Sheikh had several stories about people like buying cakes for their father who was 75 or something like that. And you know, he would ask, "What are you doing?" It's like, "I'm buying cake for my father. He's 75 birthdays or something." And the Sheikh says, "Like, so what your father's been doing?" So like, "I don't know." But nonetheless, they are keeping track of the many years of doing this habit. The Sheikh believes he's not consistent with the Sunnah. Of course, he pointed out that this is an aspect that he believes people should slice out, should completely refrain from doing. And so also the celebrations of the Eid al-Mawlid, or the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he said that he's going to conclude. بارك الله فيكم النقطة الأخيرة حاب أنبه عليها أتمنى كل إنسان يحطها أمام عينه أي إنسان يأتي لك بأمر ما ويقول لك هذا الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا شيخ أنا أخذ منك ولكن أخذ منك بدليل ما عندي دليل أتيب عندي عندك ليلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعال على الرحب على الساعة والرحب أستقبل منك كل شيء لكن حط لي دليل اعطيني دليل وبعد الدليل اقنعني بان هذا الدليل احاديث صحيحه طيب وانا خلاص الامر هذا يعني اتقبله فهذا الامر ضروري يا اخواني لا تاخذ اي فتوى من اي انسان حتى لو افتاك اتصلت في تليفون شيخ معين قلت له يا شيخ الامر كذا 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 فيقول لك يبث بالفتوى ويقول لك يا شيخ ما في اي مشكله والامر يقول لي يا شيخ اعطيني دليل عشان اطمئن قلبي طيب انت قاعد تقول لي امر وانا راح افعله والامر هذا قد يوديني ب60 داهيه. يعني مثل السالفه اللي قلت لي فيها يعني احد الاخوه بالاردن طلعت معاه بالتاكسي فيضحك فقال لي ما شاء الله عليك يا مشايخ. قلت له خير يا حبيبي؟ قال لي قبل شوي انا صاعد معي واحد ونزل من السياره قبل شوي قلت له ايش فيه؟ قال لي يا شيخ طلع من جيبه 2000 دينار وعد. قال الحمد لله انا الفلوس مو ناقصه معطيني 2000. يقول فسالته قلت له هذا ال 2000 منين؟ فقال لي قال والله واحد ما نبي نذكر اسم البلد طلع معاي وقاطع
هذه، لان البلد ايش قالوا له؟ قالوا له اذا طلقت زوجتك ثلاث مرات تعتبر محرمه عليك، وهذا شرع ولا لا؟ شرع ولا لا حبايب؟ واللي فيه طلقه رابعه. طيب فسبحان الله هذا ايش قال له؟ قال له يا شيخ ما نبي واحد يحلل لي، يعني يحلل لي هذه الثلاثه يخليها ثنتين. قال له الشيخ انا حلل. قام سبحان الله قال لزوجتك حلال عليك من الحلال وزوجتك محرم، من اللي قال لك حرام ولازم تتزوج واحد غيرك؟ قال له والله يا شيخ. قال له قال الا تحلفني يعني والله ما لك احلف معك. قال يا شيخ هذا 2000 دينار هديه من لك باني حللت لزوجتي. زين هذه سبحان الله رب العالمين امر، وعلى فكره هذا دارج حاليا بشكل مخيف والله العظيم يا اخواني، والله مثل ما اقول لكم والله الذي لا اله الا هو، دارج بشكل مخيف. الرجل يطلق زوجته طيب وما يدري هل ان زوجته جامعها بعد طهر، ولما نجي يسال الشيخ يقول له قول له انت يعني الفتره اللي طلقت فيها زوجتك هل جامعتها بعد طهر؟ هل كذا كذا هل كذا؟ يقول له والله يا شيخ ما ادري. عمري ادري انا اللي ادري. اذا انت ما تدري من اللي يدري يا شيخ؟ هي مو زوجتك؟ انت مو اعلم بالامر من عندنا احنا؟ هذا الامر يصير عند الناس. فيا اخواني بارك الله فيكم لا نخطو خطوه الا بدليل. عندنا دليل نمشي بالدليل، ما عندنا دليل ما نمشي بالامر هذا. نقطعها نبتر نهائيا. نقطعها يعني بتر نهائيا، ترى مو محاضره يا اخواني، احنا قاعدين نسولف مع بعض. سوالف يعني امر يسحب امر حتى تكون الامور لطيفه يعني. طيب شيخ وارن اجينست those who are seeking fatwa, we warn people against accepting any fatwa from any sheikh except one that is supported by evidence from Quran and Sunnah. He said because a lot of sheikhs unfortunately sometimes just like are quite happy, you know, like they say about the military that they are fatwa happy. There are also some people who are fatwa happy, they can give fatwa at any instance and they do not follow the sunnah. Therefore it's very important to make sure that you get fatwa. And Sheikh gave two examples of things that he's seen that are quite not consistent with Shara. One is case that he's encountered in Jordan where a man in the taxi told him Barakallahu fikum shaykh, you know, I had a sheikh who had some money he received 2000 dinar dirham that he received because he had given someone a fatwa that his wife is permissible to him after he had divorced her 2 times plus the third one. And it was clear that the Quran says, "Al-talaqu marratan, fa-imsakun bima'ruf wa tasrihun bi-ihsan." So the sheikh apparently in this case gave the man a fourth fatwa that he could remarry his wife after he had divorced her 3 times. And the sheikh also mentioned another example, which is quite probably more common than the other one, because people don't have this basic aspect of knowledge. This is the talaq sunnah. That people sometimes do talaq that is not consistent with sunnah. A man should not divorce a woman. He should divorce her in a tuhrin lam yamassaha bih, so that he should not have had a relationship with her. Sheikh, can you please mention something about the kids? Because we really lost you. I'm just listening to the kids more than you. Okay, inshallah. Yeah, can we just please any kids? Assalamu alaikum, kids. Kids, please give us a few more minutes and we will leave the space for you. How about that? A deep quiet, please. Zakallah. So people would divorce their wife and they don't care whether they divorce them in that time when they in a specific thought after they had a period, and they do not attach them during that period because during that period after the period, because that's the sunnah. So a lot of people would do that and they would come to Sheikh and Sheikh would give them fatwa that permits them or that tell them that actually talaq is acceptable while it is not a sunni talaq. اخواني احنا انتهينا، ولكن سبحان الله رب العالمين يعني نريد ان نروح على شيء والله بسيط. عندما ياتي المساء انت بالليل كدخول يومك شاق، في ناس يصحون من صلاه الفجر ما ينام الا بالليل. فسبحان الله رب العالمين هذا العمل الشاق من عباده من عمل من سبحان الله رب العالمين تربيه اولادك، طيب مشاكلك بالعمل، مشاكلك مع
الناس إذا رحت مثلاً سوق أو غير سوق والأمور هذه سبحان الله رب العالمين. لكن نهاية المطاف لما أنت تجي وتسترخي، طيب يا إخواني المفروض إحنا مو نسترخي بس بدنياً بأن أنا أريح جسمي، لأن أريح هذا اللي بين أضلاعي، هذا القلب. هذا القلب إيش مصير اليوم؟ إيش فعل اليوم؟ إيش المعاصي اللي ارتكبها هذا القلب؟ وإحنا لما نتكلم عن المعاصي نحن نتكلم عن أمر اللي خص هذا اليوم، وإحنا نتكلم عن البدعة. هل أنا ابتدعت بدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلت أمر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ محاسبة النفس هذه ضرورية، محاسبة النفس هذا ضروري. أمي أجامل الناس، أجامل الناس على حساب ديني، وأجامل الناس على حساب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر الغيب من حياتي. وأنا إيش قرأ أنا أول شيء؟ هاي حبايب إيش قرأ أنا من أول بداية؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم وجنات. طيب من هذولا اللي متبعين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناته النور من وين يأتيك؟ يأتيك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشرط واحد، إذا أنت اتبعت هذا الأمر. أيضا ننظر إلى أخواتنا ونسائنا، أمهاتنا، والحين هم يسمعوننا من أول النهار لآخر النهار، إيش فعلت يومها؟ هل أدت عبادتها كما هو مفروض عليها؟ هل إن قرأت قرآن؟ على فكرة أكثر النساء يقول لك أنا دائما إن أنا مشغولة بالبيت ما أقرأ قرآن. لا لا، هذا الأمر خطأ، هذا الأمر خطأ. ثلاثة أرباع جلسات نسائنا، طبعا نسائنا الملتزمات، طيب ولا نسائنا الملتزمات على رؤوسنا، ثلاثة أرباع وقتهم على التلفزيون، وثلاثة أرباع وقتهم وهي تطبخ سبحان رب العالمين الأكل ما يطلع طعمه يطلع ردي. والله يا إخواني أنا أقول لكم هذا وأسمع خواتي النساء، يعني هذا الأمر خطير وما في أخطر منه. لا تسمعين غناء وأنت تطبخين. اسمع يا حبيبي، اسمع إيش أقول لك. لا تسمعين غناء وأنت تطبخين. السبب سبحان الله رب العالمين، قالوا أغلبية الطعام الذي يكون فيه رداءة في الطبخ وفي النضج سبحان الله من وراء الأغاني. عجيب صح؟ لكم الدليل، أعطيكم دليل؟ نحن كل شيء دليل يا شيخ؟ أعطيك الدليل. طيب حبيبي أعطيك الدليل؟ أنا راح أعطيك الدليل، خلي يسمعونا خواتنا. خواتنا شوفوا الدليل. وإذا في واحدة كبيرة أمهاتنا على رأسنا من فوق. تركت الدنيا كلها وجدت تسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة اسمعوا هالقصة عشان أنا طولت عليكم صح؟ بس ما يخالف، اعذروني، زايدكم أنا دم ثقيل. زين جزاكم الله خير. واحدة زوجت بنتها، زوجت ولدها إلى امرأة صالحة. فسكنت هذه البنت مقابل بيت أم زوجها. فقدر الله سبحانه وتعالى بأن هذه الامرأة الكبيرة بالسن اللي هي أم الولد فنانة بالطبخ. يعني ما حد راهيها بالطبخ. يعني مقاديرها 100% وأكلها روعة. زين حبايبي سبحان الله، فهذه الامرأة البنت تزوجت الولد. احفظوا القصة يا شيخ لأن ما أقدر أقطع عشان مو طويلة يعني. طيب يا حبايبي، فسبحان الله أصبحت هذه البنت تطبخ أكثر من وين؟ من حماتها. وتدرون أنتم الحمات غار، حمات تموت إذا سجد ولدها طلعت أحسن منها. فقالت لها تعالي منين تجيبين البهارات؟ قالت أنا ما أجيب البهارات، أنا أطلع معاك أنت تشترين البهارات وأخذ منك البهارات ولا أطبخ. فقالت لها مو معقولة. قالت له والله العظيم أنا ما أسوي شيء، لا أحط بهارات زيادة ولا شيء، أنت تعطيني البهارات اللي تشتريها وأنا أحط البهارات. فيوم من الأيام دخلت عليها، فقدر الله سبحانه وتعالى كانت بشرة قرآن وكانت تذكر الله سبحانه وتعالى على الطبخ. يا جماعة هذه قصة حقيقية. فكانت تذكر الله سبحانه وتعالى على الطبخ سبحان رب العالمين. فقالوا بأن طبخ تلك الفتاة طبخ لا يضاهيه طبخ. فإحنا سبحان الله رب العالمين ذكر الله سبحانه وتعالى بكل مكان يعطينا أحوال ثانية ويعطينا أمور ثانية. يا إخواني مثل ما إحنا نبي نمر من رب العالمين، طيب يجب أن نلتزم بأمور حتى لا نقع في أمر آخر. إذا قال الناس قلنا، وإذا فعل الناس فعلنا. وهي الآية الثانية، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. نسأل الله العظيم أن نكون من الذين ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالدنيا والآخرة بالنور التام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم أن نكون من المنافقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سامحونا على شو طلبنا. نسأل الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.
playing. So this part, Sheikh wanted to bring us back to the verses that he cited at the very beginning. One, the verse that talks about how the believers on the Day of Judgment will come up with their light, spreading ahead of them, showing them the path, and while the Munafiqeen would come in bright and flat. And Sheikh pointed out that the light of the believers come because they follow the Sunnah of Allah, and the Sunnah of the Prophet, and the Kitab Allah. Kitab Allah and the Sunnah of His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And that's where the light comes from. And Sheikh made a very interesting story. He said this is a true story, that there was an older woman whose son had married a woman who's a very virtuous woman, a good woman. And the young woman was very good at cooking, so the mother was wondering why the young woman's cooking is so excellent. It's much better than her own cooking, and she's been doing this for quite some time. And told her, are you buying some ingredients that I don't have? She said, no, I actually take some of the ingredients that you have. And she said to her, prepare, we have to wash you. And when she washed her, she realized that every time she cooks, she would be listening to Quran and making dhikr. And because of that, her food had a different quality than the food that others, other people prepared. Then the Shaykh concluded by dua that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the believers who will come on the Day of Judgment with light, and not to make us amongst the hypocrites who spend this world trying to please people, not to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and who would come on the Day of Judgment without light. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us believers who come with light on the Day of Judgment, and not to make us the hypocrites who come without light. And the Shaykh apologized for taking much of your time. Salaam alaikum. وجزاكم الله خير حلو وعافية على الأكل، على السمك والشاورما والحلويات، والله يجزيكم الخير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يجزيكم الخير إن شاء الله.